السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكل بسماني، معكم الأستاذ صفاء من قناة يوتيوب. اللي بسمعني لأول مرة وعجب الفيديو ما ينساش يشترك وفعلنا الجرس. اليوم بإذن الله وضعية إدماجية عن الاحتلال الروماني لبلاد المغرب. عندنا وضعيتين، احنا بنكتب على حسب التعليمة السياق، وعندنا السياق والسند الأول والسند الثاني والتعليمة. السياق: اتبعت روما مجموعة من الأساليب لإخضاع سكان المغرب. السند الأول: إن سياسة الإدماج التي انتهجتها روما في بلاد المغرب يهدف إلى تنفيذ مشروعها الاستعماري والاستفادة من خيرات البلاد. السند الثاني: أنشأ الرومان خط الحصار للحد من خطر القبائل النوميدية المكون من اليمس والنتيم القدو. جميلة تعليمة اعتمادا على السندين، السند الأول والسند الثاني. اكتب فقرة في حدود 10 أسطر تحدثوا فيها عن أسباب الاحتلال الروماني لبلاد المغرب ومظاهر سياسة الرومان. دي الوضعية الأولى. هنتكلم هنا عن أسباب الاحتلال ومظاهر السياسة، أسباب الاحتلال الروماني لبلاد المغرب ومظاهر سياسة الرومان. أما الوضعية الثانية هنضيف هنا المراحل. لو طلب مننا المراحل وأسباب الأسباب والمراحل نكتب هذه الوضعية، أما إذا طلب مننا الأسباب والمظاهر هنكتب هذه الوضعية. تمام، نكتب حسب التعليم. هنا حدد 10 سطور نقرأ هذه. طبعا السند الأول والثاني ممكن نستعين به في الوضعية طالما هو عادي، يعني ممكن نضيفه في الوضعية. اسمه من اسمه سند، يعني بيسندك ممكن تأخذه وتضيفه في الوضعية. تعرضت بلاد المغرب للاحتلال الروماني واستمر ذلك قرون عديدة، وكان ذلك في نهاية العصر القديم. فما هو أسباب الاحتلال الروماني وما هي مظاهر سياسته؟ دي مقدمة، لمحة بسيطة وسؤال إشكالية إجابة السؤال الموجودة في العرض. نضع علامات استفهام، أسلوب استفهام. تتمثل أسباب الاحتلال الروماني في الطمع في ثروات بلاد المغرب وسقوط قرطاجة، وكذلك السيطرة على الحوض الغربي للبحر المتوسط، بالإضافة إلى توسيع الرقعة الجغرافية وتوسيع الإمبراطورية الرومانية وضعف الممالك الأمازيغية. هنا دي كده أسباب الاحتلال. الجزء ده أسباب الاحتلال، سطرين ثلاثة، يعني حوالي 4 أسطر. مظاهر هنا، مظاهر سياسة الرومان: نهب الأراضي، تجهيز الجيوش، وكذلك بناء المدن والاستيطان ووضع خطوط دفاعية للحد من خطر القبائل النوميدية. طبعا ده كانت موجودة في السند، أخذناها من السند. وضعوا خطوط دفاعية، أو هنا إنشاء خط الحصار لحد من خطر القبائل النوميدية. دي موجودة، يعني نأخذها ونضعها في تبع مظاهر السياسة. خاتمة: وفي الأخير قاوم سكان المغرب بمجموعة من الثورات، أهمها ثورة يغراطة وتكافاريناس وحرب العصابات. دي كده الخاتمة، وهنا العرض، وأول هنا مقدمة. يبقى مقدمة، عرض، خاتمة. مقدمة: أطرق بياض مسافة كلمة، ذات المقدمة. العرض: أيضا أطرق بياض أو فارغة مسافة كلمة. خاتمة: أيضا أطرق بياض أو فارغة مسافة كلمة. تعبير: يبدأ ببياض ينتهي بنقطة. نحفظ كده أسباب الاحتلال في سطرين ثلاثة، ونحفظ مظاهر السياسة في سطرين ثلاثة، ونضع مقدمة فيها إشكالية. أفضل طبعا المقدمات اللي بيكون فيها إشكالية السؤال، ونضع خاتمة هنا خلاصة الموضوع، يعني سطر أو سطرين. دي الموضوع الأول، ونحاول نلتزم بعرض الأسطر، يعني نحاول لو 10 أو 12 سطرا نحترم المطلوب.
نحاول نصغر خطنا نكون أذكياء ونصغر خطنا لو خطنا كبير أو كتبنا كثير نحاول نصغر الخط أو نحذف بعض عبارات أو جمل. التزم بعلامات الترقيم أيضا، فاصلات ونقطة وعلامة الاستفهام وغيرها من علامات الترقيم. الوضعية الثانية ذكرنا الأسباب وهنذكر المراحل فقط. تعرضت بلاد المغرب للاحتلال الروماني واستمر ذلك لقرون عديدة، وكان ذلك في نهاية العصر القديم من السنة. أنا ذكرت هنا السنة، هنا المقدمة، هنا ما في ما ذكرتش السنة، ولكن هنا في المقدمة دي ذكرت السنة 146 قبل الميلاد إلى 430 ميلادي. فما هي العوامل اللي دفعت الرومان في الاحتلال لاحتلال المنطقة، وما هي مراحله؟ لمحة وسؤال تمثل هنا أسباب الاحتلال. تمثل أسباب الاحتلال الروماني في طمع الرومان في خيرات وثروات البلاد، سقوط قرطاجة، سيطرة على الحوض الغربي للبحر المتوسط، توسيع الرقعة الجغرافية والإمبراطورية الرومانية، وإلى جانب ضعف الممالك الأمازيغية. سطر سطرين ثلاثة، دول ثلاث سطور ونصف عن أسباب المراحل. نقول ولقد مر الاحتلال بمراحل، منها ضم قرطاجة لروما سنة 146 قبل الميلاد وتسميتها إفريقيا، وضم نوميديا شرقية سنة 46 قبل الميلاد، وكذلك ضم مملكة موريتانيا ومقتل بطليموس سنة 40 قبل الميلاد، وضم نوميديا الغربية وتسميتها موريتانيا القيصرية. دي المراحل، سطرين ثلاثة أو نقول أربعة أسطر في المراحل. كده حلينا العوامل اللي دفعت الرومان، يعني الأسباب، العوامل يعني الأسباب، وحلينا كده المراحل. تبقى الخاتمة، وبالرغم من السياسة التي انتهكتها روما في البلاد، إلا أن المغرب قاومت واستمر في المقاومة عسكريا وثقافيا، وتمسكوا بلغتهم ودينهم وعاداتهم وتقاليدهم. وبفضل المقاومة انتهى الاحتلال نهائيا. ذكرت السنة أيضا، نهاية الاحتلال نهائيا 430 ميلادية. أضع نقطة، هي الوضعية تبدأ ببياض وتنتهي بنقطة، دي الخاتمة. مقدمة أطرق بياض، العرض أطرق بياض، خاتمة أطرق بياض أيضا. أشكركم شكرا جزيلا لحضراتكم، يا رب تستفيدوا من الوضعيتين. أراكم في الفيديوهات القادمة، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.